السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق التعلم. نكمل قراءتي للصف الأول ابتدائي، وصلنا إلى موضوع فراس وأنيس وميسون. في هذا الدرس راح نتعرف على حرف جديد وهو حرف السين، راح نتعرف على صوت هذا الحرف وكتابته إذا كان في بداية الكلمة أو وسط الكلمة أو نهاية الكلمة، وكذلك راح نتعرف على حرف السين مع الحركات القصيرة اللي تشكل مقاطع، وكذلك حرف السين مع حروف المد اللي تشكل مقاطع ويا الألف والواو والياء. مثل ما تلاحظون هنا عندنا فراس، فراس هنا عندنا هذا الحرف باللون الأحمر، هنا عندنا حرف سين وصوته س، فراسون فراسون. طريقة كتابة حرف السين إذا كان في بداية الكلمة هنا نكون بهذا الشكل، شلون نكتب رقم ثلاثة لكن ما ننزلها، نجرها على الخط، هذا حرف س أولية. وهنا عندنا إذا إجى في وسط الكلمة راح يكون إلى ذراعين، هذا بهذا الشكل، هنا عندي إذا ببداية الكلمة ذراع واحد، هذا هاي مثل يعني ماد إيده، هنا لا إذا في وسط الكلمة اثنين، وهنا عندنا الحرف سين في نهاية الكلمة راح يكون في هذا الشكل، راح ننزل عن الخط وبعدين نصعد مثل الطاسة، هذا هنا عندنا حرف سين الآخرية. هنا عندنا حرف السين الأولية والوسطية والآخرية، مثل ما قلت لكم وصوته هو س س س. هسا ناخذ المقاطع، حرف السين مع حرف المد آ، هنا نقول س آ سا سا سا، هذا المقطع سا، حرف السين مع حرف المد آ سا سا. هنا ناخذ حرف الس مع حرف المد أو صير سو سو سو، وحرف اس مع حرف المد إي سي سي. هسه هنا شكلنا المقاطع، حرف السين مع حروف المد سا سو سي سا سو سي، هذا الحرف مع المقاطع تنكتب بالدفتر وتنحفظ، ونقرأ هذه المقاطع دفعة واحدة، يعني من نجي نقرأ الكلمة هذه المقاطع نقرأها دفعة واحدة سا سو سي. هسه ناخذ الحرف السين مع الحركات القصيرة، عندنا هنا المقطع س س س سو 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 سي 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 س سو سي س سو سي. عكس هذه المقاطع، هذه المقاطع الطويلة سا نا س سا س سو 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 سي 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 سي، هذه المقاطع القصيرة مع الحركات الفتحة والضمة والكسرة، هذه المقاطع نقراها بالكلمة دفعة واحدة، هنا عندنا الحرف مع الحركات. وكذلك ناخذ هنا الحرف السين مع التنوين الضم سن سن سن، هذا هنا المقطع اس مع تنوين الضم أون سون سون سون، صار واضح. هسا نقرأ المقاطع سا سو سي، وكذلك المقاطع مع الحركات القصيرة س سو سي سون سون، عندنا الحرف اس مع التنوين الضم سون سون سون، صار واضح.
هسه نقرا الدرس. فراس وأنيس وميسون. فراس وأنيس وميسون. هنا عندنا هذا فراس وأنيس، وهذه الفتاة هي ميسون. فراس وأنيس وميسون. هنا نحلل الكلمات. فراس هنا شلون نتهجاها؟ نتهجاها هنا عندنا فراس متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول هو المقطع في في في، والمقطع الثاني را، والمقطع الثالث اللي هو درسنا الجديد سون. عندنا الحرف اس مع تنوين الضم سون. في راس في راس في راس في را في را سون في راس. و هذا المقطع و. أنيس أنيس هنا عندنا المقطع أ والمقطع ني والمقطع سون. أ ني سون أ ني سون. فراس وأنيس. وميسون ميسون كذلك من ثلاثة مقاطع. هنا عندنا حرف السين في وسط الكلمة. وميسون وميسون. مي سو ميسو نو ميسون ميسون. هسه هنا راح نحلل كلمات فراس وأنيس وميسون. هنا عندنا فراس قلنا متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول اللي هو في في في، والمقطع الثاني را في را، والمقطع الثالث سون سون. فراس فراس في را في را سون فراس. هنا حللنا هذه الكلمة، كلمة فراس متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول في، والمقطع الثاني را، والمقطع الثالث سون. في را سون في را سون. قلت لكم هذه المقاطع تنحفظ وتقرونها دفعة واحدة. في را سون في را سون في را سون. أني سون أني سون. هنا المقطع الأول اللي هو أ أ، هذا المقطع أ، والمقطع الثاني ني أني، والمقطع الثالث سون سون. أني سون أني سون أني أني سون أني سون أني أني سون أني سون. هذا التحليل. كلمة أنيسون متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول أ، والمقطع الثاني ني، والمقطع الثالث سون. أ ني سون. حتى من نريد نكتبها بالإملاء نكتبها نعرف هذه المقاطع. من يقولون أنيسون نقول أ ني سون أنيسون. هنا نحلل كلمة ميسون. ميسون أيضا متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول اللي هو مي مي، والمقطع الثاني سو ميسو سو سو ميسو، والمقطع الثالث اللي هو نو نو، والمقطع الثالث هو نو. هنا عندنا هذا تحليل كلمة ميسون متكونة من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول مي مي سو ميسو نو ميسون ميسون مي سو ميسو نو ميسون ميسون. نرجع نقرأ الدرس. فيرا فيرا سون فيرا سون فيرا سون. وأني أني سون أني سون. فراس وأنيس. وميسون ميسون مي سو ميسو نو ميسون وميسون. فراس يرسم يرسم. هنا متكون من ثلاثة مقاطع. المقطع ير ير، والمقطع سو سو، هذا الحرف س مع الضمة سو سو. يرسو مو مو، المقطع مو. يرسم 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 يرسم. فراس يرسم. هنا عندنا هذا فراس اللي تلاحظونه اللي يرسم، هذا هو فراس يرسم.
أنيس يقرأ. هنا عندنا هذا أنيس اللي يقرأ، أنيس يقرأ. يقرأ شلون نتهجى يقرأ؟ يق يقرأ يقرأ او يقرأ يقرأ او يقرأ يقرأ أنيس يقرأ. سألت ميسون، سألت ميسون. سي هنا عندنا المقطع الأول باللون الأحمر، سي سألت 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 ميسون ميسون ميسون. سألت ميسون، هنا عندنا هذه الفتاة ميسون تسأل. ماذا تسأل؟ أين سلام؟ أين سلام؟ هنا عندنا علامة استفهام، هذه علامة السؤال، هذه العلامة هي علامة سؤال. هنا عندنا ميسون تسأل أين سلام؟ أين أي ن أي ن أي ن متكونة من مقطعين، أي ن أين أين سلام متكونة من ثلاثة مقاطع، المقطع س هذا المقطع س والمقطع لا، وأخذنا هذا المقطع في درس بلال وطلال ودلال. لا سلا سلا، والمقطع من من سلام سلام سلا سلام سلام سلا سلام سلام سلام. أين سلام؟ أين سلام؟ هنا هذه علامة، قلنا علامة السؤال، هنا عندنا الميسون تسأل أين سلام؟ سلام في البستان، سلام في البستان، هذا عندنا سلام في البستان. سلام في هذا المقطع في، في البستان في البستان. هنا عندنا هذه الألف همزة وصل تكتب ولا تقرأ، ليش؟ لأن اجت هنا عندنا هذه الألف في وسط الكلام، إذا في وسط الكلام هنا عندنا هذا تكتب ولا تلفظ. في البستان في البستان، لاحظوا أنا هذه الألف ما لفظتها، هذه الألف ما تلفظ. سلام في البستان سلام في البستان. عيد قراءة الدرس. فراس وأنيس وميسون، فراس يرسم أنيس يقرأ. سألت ميسون أين سلام؟ سلام في البستان. وانتهى درسنا لهذا اليوم، مع السلامة.